بعدنا مستمرين معكم مشاهدينا بعالم الصباح لليوم. محطتنا التالية هي مع كندا ضمن أرض ورد. صباح الخير. صباح النور. عايز اليوم لمبات مهضومين كالعادة. كالعادة. والهولة يعني النباتات هيك حسيت لك فترة اللي عم بيعطونا هيدي الزهرة الوحدة او التركيز على قليل من الزهور دايما حتى تبين اكثر. صار لنا فترة عم نشوفهم وهيئتهم كتار هلا. ايه كتار اكيد. وبتشوف قديش طبيعة غنية ودايما بتستوحي من الطقس اللي نحن فيه. حسيت انه بلش الصيف. ايه خلص. ايه وهيدي نبته شكلها صيفيه كمان يعني في الوان معينه بتوحي لك بمواسم في اشكال حتى اليوم عم نحكي عن ما عرفتيها شو هي؟ هلا الاسامي تحديدا ما لا مش اسامي شيء بيشبه شيء بتشبه هلا بتشبه من هون نبته نوال يعني الروج شوي او الاناناس شوي اناناس أناناس. عم نحكي اليوم عن نبتة الأناناس بس مش اللي بتحمل الفواكه اللي بناكلها مع أنها بتحمل الفواكه بس يمكن تكون كتير صغيرة وما لها الطعمة اللي نحن عادة بنعرفها وبننطرها بالأناناس. بالمقابل في عنا شكل كتير حلو مثل ما قلتي هاللون الأحمر يلي بتعطيني إياها الزهرة الحلوة واللي مبينة كتير بالنبتة يلي عنا إياها. تنبلش بالأوراق يلي هن كل نباتات الأناناس هن منسميهم من عائلة البروميلياسي. نحن منشوف كتير أنواع من النباتات حتى يلي بتنباع بمشاتل يلي عندها زهرة كتير شبيهة بزهرة الأناناس بمعنى أنه عندها أوراق بتبقى لونها أحمر أصفر أورانج فيولي كل هالألوان هيدي من الجوزمانيا يلي كتير منشوفها كمان بالمشاتل وتركيبتها كتير تشبه تركيبة الأناناس. رح نشرح شوي عنها. أول شيء منبلش بالوراق يلي هن دايما بينمو بشكل إكليل مثل كأنها روزات يعني مبرومين. كأن مبرومين على بعضهم. اوكي بشكو ما لحقت اللي كنت ما لحقت اللي كنت بهي. تاني شغلة كتار من أنواع الأناناس بيشكوا فإذا عندهم وهيدا بيميزهم خاصة يلي بتعطي كتير من الأنواع اللي بتعطي فواكه بيكون عندها هالوراق المسننة وسنة قوي كمان مثل ما قلنا بدنا ننتبه. وفي كتير كمان من الأنواع خاصة اللي بنشتغل عليها تتكون ديكوراتيف أو تزيينية هي يلي أوراقها ملونة مثل ما شايفين وعادة بتكون ملونة من جوا أخضر من برا عندها اللون الأصفر الكريمي شوي الفاتح و بتشوفي على الكعب اللون الاحمر كمان مبين كتير لانه الزهره رح تعطيني هالنيونس الحمراء يلي بنشوفها مثل كانه ما بعرف هيك غطستيها بشيء اخذت شويه لون بس ضل اللون الاصلي كمان موجود فيها فاذا بس الاطراف هن يلي ملونين. هلا الاناناس عاده يلي بتحمل فواكه وكل يلي عم نشوفهم عنا اول شيء فاذا قلنا هو الوراق القديم الوراق الاجدد وبعدين بنوصل على الاجدد حتى الجوزمانيا يلي عاده بنشوف زهرتها وزهرتها الحلوه كثير هول يلي عم نشوفهم هن اوراق فاذا وقتها بنشوف الجوزمانيا مع هيدول اوراق بس حتى هالوراق من بيناتهم في عندي بيطلع ازهار بتشوفي هلا حسب النوع في منهم بيعطوني ازهار من بيناتهم في منهم على الراس بيعطوني زهره وحيده وهيدي يلي بتحمل عاده يلي بس حتى تتلقح بتحمل الفاكهه وبتكون هي على راسها للنبته يلي شايفينها. الاناناس نبته جايتنا من مناطق استوائيه اكيد من برازيل اكثر شيء من غابه الامازون ولكن كمان موجوده بتايلاند هالمنطقتين وحسب الانواع يلي ممكن انه تكون موجوده. ما نحلم انه هيدي النبته يلي اذا جبناها على البيت رح تعطينا اناناس اقدر اكلها. لا اوكي كثير ما نروح بعيد هالقد.
لانه حتى الاناناس اللي بنزرعها، لانه كثير قيم ثمره الاناناس، ممكن انه ناخذ الراس تبعها الاوراق ونزرعها وترجع تعطيني اوراق جديده وتعطيني شكل لزينه كثير حلو، وحتى ممكن تعطيني بالنص الزهره يعني القمحه اللي بتعطي الزهره، ولكن بتضل عم تعطي ورق، ما رح تعطيني الفواكه، لانه ما ممكن انه اقدر اعطيها عن جد الظروف يلي هي بحاجه لها بقلب البيت يلي انا بدي اكون مرتاحه فيه. يعني بدي رطوبه كثير، ما بقدر انا اتحمل الرطوبه كثير، بدي حراره كمان نوعا ما مرتفعه، بدي ضوء معين، بدي كثير بارامتر، كثير قصص، ظروف ما ممكن انها تكون متوفره بالبيت. والهدف من انه نزرع الاناناس هو مثل ما قلت بس للزينه، مش لحتى نحصل على الفواكه تبولا. حتى نختصر شوي شو هن احتياجات هيك انواع من النباتات. اول شيء بما انه عندها هالسنين عاده هيدول هن للحمايه، يعني بيحموها من كثير اشياء، بيحموها كمان من العطش كمان. بيحموها من الحرارة المرتفعة وبيحموها من العطش. شوي بنشبهها، بنرجع للكاكتوس مثلا يلي الوراق تبعولها بيتحولوا للإبر، وعادة كل شيء موجود بالنبتة هيك أكيد بيحميها من عوامل خارجية ميكانيك يعني إذا بتجي عليها، وكمان من العطش، لأنه هالسنين هيدول هن بيكونوا مثل بيزغروا التماس، ودايما بيكونوا على هل مكان هيدا فيهم واكس، يعني كل شيء بيبقى فيه شوك او ابر بالنبته بيبقى مثل كانه مغلف بطبقه من الشمع، شيء بيشبه الشمع، وهذا الشيء بيحميها من الحراره وكمان من العطش. مشان هيك لازم نعرف انه الاناناس ما بدها كثير مي لحتى تقدر انها تعيش، مع انه بنحس بالعكس انه اذا بتاخذي انه ثمره الاناناس فيها كثير مي، قد ايه عم يسقوها حتى هالقد طلعت مزبوط. لا منه مش عم نسقيها كثير، عم نعطيها رطوبه بالجو كثير، وبالعكس وقتها بتسقي كثير نبته الاناناس ما رح تطلع معك طيبه، رح تطلع معفنه، رح تطلع بلا طعمه، ما لها كثير الطعمه تبعولها، بينما وقتها بتكون قاسيه وعندها الطعمه القويه كثير معناتها انه اخذ الظروف يلي هي بدها اياها. فاذا كانت موجوده عندنا بالبيت نسقيها مره واحده بالاسبوع، هيدا هلا رح تحفظوا لي اياها انه مره بالاسبوع، يلا كل النباتات مره بالاسبوع. لا عم نحكي نحن بفصل التلاميذ مش مجتهدين، عم نحكي لا مش كل النباتات مره بالاسبوع، بس نحن بلشنا بفصل الصيف. هلا النباتات يلي عاده بتحب المي كثير فينا نعمل مرتين بالاسبوع، النباتات يلي ما كثير بتحب المي اللي بتبقى ورقتها سميكه فينا نحفظ مره واحده بالاسبوع، لانه بالشتاء كنا عم نقول مره واحده بالاسبوع لك كل النباتات اجمالا، ايه لانه كان الطقس يعني منا بحاجه لاكثر من هيك. هون بلشنا بمرتين بالاسبوع، بس بعض النباتات ما بدها اكثر من مره، منها الاناناس يلي عاده ما بتحتاج لمي كثير. اذا بتتذكروا دائما بس نحكي عن الجوزمانيا، بنقول اذا بنحط مي بقلب الفاز بقلب الوراق يلي هون بيكون كثير منيح، لانه بنكون عم نشرب الزهره بالمي. هون نفس الشيء، بس بدل ما نعمل انه نحط المي بقلبها فينا انه نرش حواليها مي، نرش سبراي مي حتى نعطيها رطوبه للوراق تبعولها كمان، وبالتالي المي اللي بتسقط على الوراق او يلي بتكون بالجو بترجع بتنزل بتقعد بقلب الفاز جوا كثير منيح، بتضل في عندي شويه رطوبه قاعده بقلب الاوراق وما بتعفن بهالطريقه، بالعكس بتشربها ساعتها الزهره، وبس شوف انه ما بقى في مي بقلب الوراق جواتها بنقدر انه نرجع نرش مره ثانيه الاوراق كمان بالمي. هون عم نشوف، كان شفت نبته اوكي يلي عم نشوفها هون يلي عندي الاطراف تبعولها صاروا شوي سود، اوكي الورقه يلي صارت سوداء من هالميله. في عندي شغلتين بدنا نتفاديهم بالاناناس، اول شيء اذا الطقس ناشف فرجيك اياها على الكاميرا، اوكي اذا الطقس ناشف ما في رطوبه ممكن يصير في عندي هيدا الشيء، وإذا كانت لأنه نحن بلشنا بالمكيفات كتير كمان بهالأيام، بس يكون في عندي نشاف وفي عندي هواء بارد أو هواء سخن عادة كمان بيصير في عندي هالحروق هيدولي. كيف بدي أعرف إذا كان هيدولي حروق ولا إذا كانت النبتة أخذ مي زيادة؟
لانه هيدي نبته الاناناس كمان اذا كان سقيناها زياده ممكن تعطيني نفس الحاله نفس يلي هون انتبه كثير اوكي فاذا بدها تعطيني نفس الـ نفس الـ نفس المنظر يلي هو ورقه بنيه كيف بدي اعرف اذا كان ورقه بنيه خاصه على الطرف بتبلش على الطرف بتمتد أوكي. او بتكون ناقصها رطوبه فاذا لازم اني رشها او بتكون موجه عليها الهواء البارد بشكل مباشر كمان بدنا نزيحها من هالمحل واذا كان عندي هالبنه موجود اول ما بلش يبين كانت هالبنه هيدا اللي عم نشوفه طري بتحسي انه الورقه هي اصلا جامده بس البنه اللي موجود هون كثير طري معناتها عم بسقيها زياده عن اللزوم معناتها عم ببلش يصير في عندي عفونه بالقشروش بتبين على الورق لانه راس الورقه عاده هو اكثر محل بالورقه يلي هو حساس فوقت القشروش بتعفن ما بتعود قادره انها تطلع المي على الورق وبالتالي اول شيء بينتزع هو طرف الورقه راس الورقه مشان هيك بنشوف هاللون البني فاذا كمان بدنا نعرف نقرا او نحلل هل البني هيدا نرجع نعيدها بشكل سهل اذا كان بني مثل مطقطق معناتها نقص بالرطوبه او هواء مسقع عليها اذا كان بني طري معفن لانه كانه هيك بايدك بتصير تعمل هيك معناتها عم تاخذ مي زياده بنصير بنخفف كميه المي او حتى الوتيره المي اللي الري اللي عم نسقي فيها هلا نبته صعبه مش بالعنايه صعبه بوين بدنا نحطها يعني هيك نبته بتشوك وين معقوله انه تنحط اوكي بدها تنحط شي محل عالي ايه شي محل تكون عالية اكيد ما تكون بمتناول الاطفال الاولاد بالبيت او بنقدر نحطها على البلكون نقدر انه يجي عليها شوية شمس ما بتضر ابدا الافضل ما يكون شمس خلال كل النهار ولكن ساعتين او ثلاثة من الشمس ما بيضروا واذا حبينا انه نزرع اكثر من نبتة حد بعد عادة لانه ورقه بيفتحوا كثير ما بتاخذ اكثر من 4 نباتات من الاناناس بالمتر المربع الواحد. ايه اكيد لانه بتعطي مجال تما حتى يفوتوا كلهم الورق هلا اخر شغله كمان غاده اذا حبينا انه نزرع هالنبته هيدي ونكترها نشوف اذا يعني اذا بنتحمل للشوك تبعولها ولا لا بس اذا حبينا انه نشيل منها ونكترها عاده الاناناس مثل كل اولاد عائلتها يلي هن كتار مثل ما قلنا بتعطي هالبوكي يلي شايفينه على الكعب مع الوقت بترجع بتعطي على الكعب بوكي بس لازم مش الورق لحالهم بده يكون بوكي على بعضه مثل باقه من الورق صغير هيدا يلي بنقدر انه ينشال مع الشروش تبعوله ونرجع نزرعه ببوتيني عن جديد. يعطيك الف عافيه ميرسي لك. هلا حلوه بس من بعيد لبعيد اول مره. خليكم معنا مشاهدينا كمان مره ناخذ بريك ما تروحوا لبعيد نرجع نتابع فقراتنا.